هاد الفيديو هذا غادي نشوفو الطريقة باش نديرو العملية ديال التعطيل ديال الوان درايف على الحاسوب ديالنا باش ما يبقاش خدام على الحاسوب او نقومو بالتوقيف ديال هاد لابليكاسيون ديال الوان درايف على الحاسوب. لذلك كاين واحد المجموعة من الطرق، من ضمنها الطريقة الاولى كندخلو لهاد الايقونة هذه اللي كاينة هنا في هاد المكان هذا، كنكليكيو على هاد الايقونة. الا لاحظتو في الفيديو اللي كان قبل كنا وقفنا لا سانكرونيزاسيون، دونك وقفناها بشكل مؤقت. طبعا الا بغينا نوقفوا الوان درايف عن العمل في الحاسوب راه كنجيو لهنا كنديروا كلوز او لا فيرمي وان درايف. دونك اون فوا كتكليكي هنا على فيرمي وان درايف، دونك كدير فيرمي وان درايف، راه ما كيبقاش خدام في الحاسوب. ولكن المشكل اللي كيوقع هو انه اون فوا كتعاود ترو ديماري لورديناتور، كتشعل لورديناتور مره اخرى، كيولي يخدم بشكل اللي هو اوتوماتيك. دونك الا ما وقفتيش لا سانكرونيزاسيون كيبقى ديما كيسانكرونيزي الا الا تحكمتي فيه في لي بارامتر وقفتي لا سانكرونيزاسيون. اذا طريقه ثانيه باش نوقفوه بشكل نهائي، دونك هذا توقيف بشكل مؤقت رايت ما اننا نخدمو به بشكل اللي بغينا. دونك الا كنت باغي تحيدو بشكل نهائي من الاورديناتور ديالك، دونك في هذه الحاله شنو كدير؟ كتعاود تدخل هنا لا ريشيرش وكتقلب على وان درايف، كتكتب وان درايف وكتكليكي على لابليكاسيون وان درايف. اذا لاحظ هي خدمات معنا لابليكاسيون وان درايف، وكتجي لهنا وكتلقى السحابه ديال الوان درايف هي خدمات. دونك لاحظ كيف غنكليكيو عليها غادي يبين لك هنا بلي راه ديجا هو بدا كيتيليشارجي عاوتاني، ولا بدا كيسانكرونيزي كيهز الملفات من عندك وكيحطهم في الانترنت. بغيتي توقف العمليه راه كتكليكي على كلوز وان درايف. دونك غنديرو كلوز وان درايف. قبل ما نديرو كلوز وان درايف، الا بغينا هاد المره نوقفوه بشكل نهائي شنو غادي نديرو؟ غنمشيو للسيتينغ او لا بارامتر باراميتراج، وهنا كتلقى كونت او لا اكونت. دونك في هذيك كونت شنو غادي دير؟ غادير هنا غادي تحاول انك بحال الا تفصل الحساب ديالك ديال التعليم اللي كاين في عندك على هاد الحاسوب وعلى هاد لابليكاسيون وان درايف اللي عندك في هاد الحاسوب. دونك لذلك كتبرك على هاد الرابط هذا اللي كاين هنا ان ليك ديس بي سي. دونك كتكليكي عليها وغادير تكونفيرمي. لاحظ شنو غادي يوقع في هذه الحاله؟ لاحظ ها هو كي اكتواليزي. في هذه الحاله ما غاديش يبقى الوان درايف خدام عندنا في الاورديناتور بشكل نهائي. فوالا، دونك لاحظ هنا ما بقاوش داك الايقونات اللي كانوا هنايا من قبل بجيد، وما بقاتش حتى داك الدوسي اللي كان هنا سميتو وان درايف مينيستير دو ليديكاسيون، ما بقاش. يعني على اننا وقفنا العمل ديال الوان درايف على الحاسوب. وطبعا بامكاننا نوليو نخدمو داك الوان درايف. دونك شنو غادي نديرو؟ يكفي اننا عاوتاني نكتبو هنايا وان درايف، فوالا ها هي في الاعلى كنكليكي، وهاد المره غادي تفتح لنا لابليكاسيون بحال الشكل اللي تفتحات لينا فيه في الاول كاع باش كنا باغيين نخدموها الا لاحظتو. وهنا كيقول لك دخل الايميل ديالك، دونك الا بغيتي تعاود تخدمها غادي تدخل الايميل ديالك ديال التعليم. سينو الا بغيتي تخدمها، الا بغيتي توقفها بواحد الشكل عاوتاني اللي هو شي شويه افونسي، كليكي على هاد الايقونه هادي ديال الوان درايف، هي غتلقاها عندك هنا في الاسفل او لا غتلقاها هنا، المهم حدا منهم. فوالا، اجي لهنا واختار عاوتاني بارامتر سيتينغ. وهاد المره دونك في الاول كنا مشينا الاكونت كونت ودرنا اجوتي ان كونت، دابا غادي تمشيو للسيتينغ او لا بارامتر وغادي تحيدو، غادي نمشيو للجينيرال وغادي تحيدو هادي. علاش؟ حيتاش هنا كيقول لك ديماراج، دونك الوان درايف كيديماري اوتوماتيكمون ملي ويندوز كيبدا يخدم. يعني غير كتشعل الاورديناتور الوان درايف كيشعل اوتوماتيكمون، واخا حنا رحنا هنا فصلنا لو كونت ديالنا ديال التعليم، ولكن هو غادي يشتغل. يعني غياكل لكم من الرام وغادي، ولو انه ما غاديش يشتغل بالكونت ديالكم ديال التعليم الا الا دخلتوه. دونك نحيدو هادي ونديرو اوكي. فوالا، دونك حاليا ما كاين حتى شي حساب اللي مفعلين به هاد الوان درايف ديالنا في الحاسوب. يعني الا بغيت نولج المعطيات اللي مانستالي عندي في الوان درايف راه ما غاديش يخدموا لي في هاد الحاله الحاسوب، حيت راك فاصل الحساب ديالك ديال التعليم على هاد التطبيق. في هاد الحاله يا اما كتدخل الحساب ديالك هنايا ديال التعليم ودير ساين ان او لا سو كونيكتي وتكمل بنفس الطريقه باش شفنا في الاول، او لا كتستعمل فقط المتصفح ديالك وتجي وتدخل الوان درايف وتشوف المعطيات اللي عندك هنا وتبارطاجيهم وتهز المعطيات عندك من البيسي شارجي وتحطهم هنايا او العكس. اذا هكذا نكونوا وصلنا نستوفي الشرح ديال هاد التطبيق ديال الوان درايف او هاد السحابه اللي كتمكننا من التخزين ديال مجموعه من المعطيات.